170 طياره بدون طيار، نعم، 30 صاروخ كروز، نعم، 120 صاروخ بلاستيك. طب النتيجه دول قبل النتيجه، معلش النتيجه اهي بقى، لا قبل النتيجه والله معلش انا اسف عذرا، 30 صاروخ كروز و120 باليستي، دول ده يعني يدمروا بلاد دنيا دنيا. ما فيش ولا طياره راحت اسرائيل، لان في السكه دول في السكه اتضرب تم اسقاطهم. ما فيش ولا كروز، هم سبعه بلاستي عدوا، فانت عندك الاجمالي 320 صاروخ وطياره، اللي عدى منهم اسرائيل كام؟ سبعه. معلش الرقم ده مهم، الرقم ده مهم. 320 عدى منهم ايه؟ سبعه. سبعه دول اللي فلتوا، دول اللي فلتوا. خلاص؟ دول اللي عدوا سبعه منهم، اللي هي بنسبه 2.1. دول اللي دخلوا اسرائيل. دول منهم اللي اعواروا واحد طفل ولا بنت، اللي هي واحده صغيره، واحده بنت بدويه 12-13 سنه باين. بالظبط. شوف الصوره اللي ثانيه. طبعا الصواريخ كلها مش طلعت من العراق، من إيران. جزء من العراق عند قوات الحشد اللي هي تبع ايران، ومن سوريا ومن اليمن. الدول اللي شاركت في الصد بقى امريكا زي ما قلت لك من القواعد، وفرنسا وبريطانيا والاردن. وفي ناس بتهاجم الاردن، هو انا لما اكون دوله ومعدي عليا هدف اسيبه؟ لا اضربه في نعم. ايه نعم. فالاردن انا شايف دور الاردن قامت باداء دورها لحمايه امنها وسيادتها بس. نعم. انما انما في ناس بتهاجمها، انتوا ضربتوا لا, لا 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 لا، ما حضرتك عارف دول مين اللي بيهاجموا، هم عارفين. كان ما احنا بس بنوضح هنا التوضيح، الاردن دورها انها تمنع حد يخترق اجواءها بس. او انا طياره معديه في ارض اسيبها؟ لا اضرب، انا ما اعرفش، انا ليش دعوه نعم. بمين او تبع مين؟ نعم. عايز استاذن مني، نسق معايا قبل ما تخش. انما انت الاقي طياره معديه قدامي واسيبها؟ مش لا. السباحه اجواء الدول نعم. عشان كده دور الاردن مهم ويساند. بالظبط، ولها الحق، ولها الحق 100%. نعم. دوله بتحقق امنها القومي. عظيم. شوف الصوره اللي ثانيه. اتفضل يا فندم. وانا قلتها يومها بقى. يعني ايران مش كانت لما عملت الضربه دي يا احمد خططت هدف الدوره. الضربه ايه هو؟ واحد، الا تضرب اي مدينه في اسرائيل. ليه؟ عشان مش عاوزه خسائر في المدنيين. مدنيين. اتنين، الا تدمر اي عناصر مدنيه. ايوه. ثلاثه، انها تضرب في مناطق مكشوفه، فراح الدخل على صحراء النقب دي فاضيه. فاضيه. ضربوا ايه؟ ضربوا قاعدتين. ده تبقى لايران. ولكن اسرائيل قالوا هي قاعده واحده اللي اتضربت. اللي هم بالسبع صواريخ اللي عدوا. عدوا في صحراء النقب. نعم. في قاعده رامون. أيوة. وفي قاعده نيتفهم. لو بصينا الخريطه اللي بعد كده اللي قايلها ايران بقى، دي خريطه ايراني حتى بالكلام الايراني اهو. ضربت نيواتيم اللي هي اللي فوق دي، اهي مكتوبه حتى بالعربي. نعم. وبعدين تحت صوره الطياره. نعم. محل استقرار الاف 35. لان ترى الاف 35 اللي ضربت القنصليه الايرانيه. نعم. طلع من القاعده دي. نعم. فدي اللي ضربت قنصليه في سوريا، في سوريا طلع من القاعده، طلع من القاعده دي. نعم. فاتضربت اللي كان فيها قاعده نواتيم. نواتيم. وقالوا ان قاعده رامون الثانيه، لكن اسرائيل قالت لا، رامون ما انضربتش، لكن هي وايه الصواريخ وقعت فين؟ على الحرف. فاكر اللي حصل لترامب؟ ضربوا بره ما ضربوش القاعده، بره القاعده بره. فعشان كده في بنت بدويه، السور، بنت بدويه هي اللي اصيبت. ولم تقتل حتى. نعم. اصيبت. نعم. يعني كل الطيران ده والصواريخ ده، البنت واضح انها اصيبت من الخضه، لقت صوت جنبها جريت وقعت، مش الصاروخ اللي عورها. تمام. اتفضل يا فندم. طيب نشوف بقى المشكله.